البعد الثالث من أبعاد المشروع الوطني للقراءة وهو الخاص بالمعلم المثقف، سواء من مديريات التربية والتعليم أو المناطق الأزهرية، وأيضا كما أسلفنا الأسماء بلا ترتيب. إبراهيم جابر محمد علي، معلم أول لغة عربية، معهد فتيات توكل، الإعدادي النموذجي، القراءات، إدارة طنطا الأزهرية، منطقة الغربية الأزهرية. رضا نبيه المرسي سليم، كبير معلمين لغة إنجليزية، مدرسة شربين الإعدادية للبنين، إدارة شربين التعليمية، مديرية التربية والتعليم بالدقهلية. محمود عبدو محمود محمد، معلم أول لغة عربية، معهد أبو بكر الصديق الإعدادي بنين، إدارة أبو تشت الأزهرية، منطقة قنا الأزهرية. خالد محمد عبد الهادي نبهان، معلم كبير لغة عربية، مدرسة فاطمة الزهراء ثه بنات، إدارة بيبا التعليمية، مديرية التربية والتعليم ببني سويف. محمود فرغلي علي موسى، معلم خبير لغة عربية، مدرسة المتفوقون في العلوم والتكنولوجيا، إدارة أسيوط التعليمية، مديرية التربية والتعليم بأسيوط. أحمد محمد محمد أبو خلف، معلم لغة عربية، معهد فتيات الناصرية، إدارة فرسكور الأزهرية، منطقة دمياط الأزهرية. رضا سلامة فتحي إبراهيم الرخ، معلم لغة عربية، مدرسة الجيل المسلم الابتدائية، إدارة الصنطة التعليمية، مديرية التربية والتعليم بالغربية. أحمد محمد هارون مراجع، معلم لغة عربية، مدرسة الشهيد عبد ربه خالد الابتدائية، إدارة برج العرب التعليمية، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية. أحمد محمد أحمد منصور، معلم لغة إنجليزية، مدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية، إدارة طور سيناء التعليمية، مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء. أميرة عبد العليم رجب، معلم أول دراسات اجتماعية، مدرسة التجريبية لغات ببلطيم، إدارة بلطيم التعليمية، مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ. مصر بألوان المعرفة.